من فترة صغيرة سمعت ملف صوتي كان بيتكلم عن وجود نظريات فيزيائية لفكرة استعادة أصوات الماضي من الفضاء، وده باعتبار أن الأصوات كموجات بتفضل في الفضاء طالما في وسيط قادر تمر من خلاله، وده تبعا لنظرية أن المادة لا تفنى. بس الفكرة أن البرنامج ده تناول الموضوع بشكل رومانسي جدا بعيدا عن الجزء العلمي، فأنا اهتميت بالفكرة وبالبحث فيها باعتبار أن هي فكرة شيقة جدا حتى لو كانت تنفيذيا بعيدة عن الواقع، بس مع العلم مفيش مستحيل. في البداية قبل ما ندخل على قصة الصوت خلونا نتكلم عن نظرية مشهورة جدا لأينشتاين، وهي نظرية النسبية. النظرية دي بتقول ان الزمن شيء مش ثابت، لا هو نسبي جدا، وان عمر الانسان بيختلف تبعا لسرعته في الفضاء. علشان كده لو عندنا اخين توأم، واحد منهم على الارض والتاني في الفضاء، اللي على الارض عمره هيبقى اكبر من اللي على الفضاء، وكل ما بتقرب من سرعة الضوء بتقرب من كسر الزمن. بمعنى ان احنا لو قدرنا نكسر سرعة الضوء فبالتالي فكرة السير في الزمن بتبقى ممكنة، ومن هنا نقدر نوصل لمرحلة آلة الزمن. طيب هل الكلام ده خرافي؟ لا مش خرافي، لان الدليل العملي موجود. النجوم اللي احنا شايفينها في السماء كتير منها مات واندثر من ملايين السنين، بس احنا لسه شايفينها لحد دلوقتي. طب ازاي ده؟ لان هي سبقانة بسنين ضوئية كتير جدا، يعني كسرت سرعة الضوء، فاحنا لسه لحد اللحظة دي قادرين نشوفها. نظرية أينشتاين مش هي النظرية الوحيدة للسفر عبر الزمن، في بعض النظريات الأخرى لعلماء تانيين لفكرة السفر عبر الزمن، بس خلوني أعرض لكم أهم ثلاثة منهم. أول نظرية معانا نظرية الأسطوانة اللانهائية للفلكي فرانك تيلر. النظرية دي نظرية افتراضية جدا لأنها مستحيلة التنفيذ وصعبة الشرح كمان، بس أعتقد أن التصور الخاص بيها هو اللي بنى عليه كتير من كتاب أفلام السفر عبر الزمن أفكارهم. نظرية التانية نظرية الثقوب السوداء، ودي كانت نظرية الفيزياء الرائع ستيفن هوكينج، واللي كتبها في جريدة الديلي ميل سنة 2010. النظرية دي نظرية مقنعة جدا للسفر عبر الزمن للمستقبل مش للماضي، ونركز هنا كويس ان احنا بنتكلم عن المستقبل. النظرية بتتلخص في سفر سفينة فضاء بسرعة معينة عبر الثقب الاسود في الفضاء، وبالمناسبة ستيفن هوكينج هو اللي اكتشف فكرة ونظرية الثقب الاسود في الفضاء. النظرية بتفترض ان هما لو داروا لمدة سنة هتكون سنتين ارضيتين عدوا، فبالتالي هيكونوا قدروا يسبقوا الزمن، في حين ان عمرهم هيكون بيكبر بمعدلات اقل. بس عندنا شرط مهم، ان السفينة لازم توصل لسرعة الضوء. طبعا انا بلخص لكم النظرية بشكل سريع جدا وبحاول ابسطها لكم، بس النظرية فيها ابعاد اكتر وشرح اكتر بكتير، وانا بتمنى ان اللي ما سمعش عن ستيفن هوكينج يحاول يقرأ عنه، لان حقيقي هو كان اسطورة انسانية في حياته ونظرياته، ويمكن يكون من الاشخاص القلائل اللي اتعمل عنهم افلام وهم عايشين. بالمناسبة ستيفن هوكينج مات في سنة 2018، لكن هتفضل حياته ونظرياته تدرس لسنين جاية كتير. النظرية الثالثة وهي نظرية السلاسل الكونية، دي بتفترض مادة أنابيب من الطاقة بطول الكون كله، وهي زي الأولى نظرية معقدة وخيالية جدا ومش هندخل فيها لأنها خارج موضوع حلقتنا النهاردة. إذن ففكرة السفر عبر الزمن ليها نظريات حتى لو عمليا هي صعبة التطبيق، بس نظريا ممكنة في يوم من الأيام، لأن زي ما كانت فكرة السفر في السماء والوصول للقمر ضرب من الخيال في يوم من الأيام، وطبعا زيهم حاجات تانية كتير منها فكرة التليفون أو التلفزيون أو غيرهم، فمن المفروض إن احنا ما نستبعدش أي حاجة عن العلم. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن فكرة عكسية ومحددة بالصوت بس، وهي فكرة ان كل الاصوات اللي اي شخص او حيوان او حتى شجر او جماد بيصدرها مش بتروح، بل بتفضل موجودة في الاثير وممكن استعادتها في يوم من الايام. ودي قريبة جدا من فكرة الكلاودز في الكمبيوتر، انت بتحفظ ملفاتك في مكان معين انت نفسك ما تعرفش هو فين، بس في نفس الوقت بتقدر تسترجعها في اي وقت انت عايزه من السحابة الخاصة بيك. دورت على فكرة استرجاع الأصوات بس ما لقيت لهاش على الإنترنت أي بحث علمي، بس لقيت مقالات أهمها طبعا مقالة منشورة على موقع ناسا
هي مش بتشرح النظرية بس بتوضح فكرة ممكن تكون بداية للنظرية نفسها. بداية المقالة كانت بتسأل سؤال: ليه مفيش أصوات في الفضاء خارج الغلاف الجوي؟ ليه رواد الفضاء مش بيبقوا قادرين يسمعوا نفسهم؟ الإجابة ببساطة: لأن مفيش وسيط بتنتقل فيه الموجات الصوتية. الفقرة اللي جاية هقرأها لكم بالظبط من المقال زي ما كانت مكتوبة: بعكس الضوء يحتاج الصوت إلى وسط ناقل لينتقل عبرهم. هذا يعني ببساطة أنه إن أردنا سماع الصوت يجب أن يكون هنالك شيء لينتقل عبره. ينتقل الصوت عن طريق هز الأجسام الموجودة في الوسط الناقل، فتتصادم مع بعضها، وعندما يصل اهتزاز الأجسام لأذنك تستقبل طبلة أذنك هذه الاهتزازات ثم يحولها الدماغ إلى صوت. إذن فالصوت طالما في ناقل يقدر يستمر لما لا نهاية. وخلوني أفكركم بحاجة بسيطة وهي تجربة الصدى. الصدى عبارة عن ارتطام الصوت في وسط صلب فبيرتد مرة أخرى، وممكن من خلال وسائط صلبة نقدر نحتفظ بالصوت لأطول فترة ممكنة. بس نخلي بالنا إن الهواء مش ناقل جيد للصوت، فبتبدأ الذبذبات تضعف بالتدريج وبتتلاشى لحد ما تختفي تماما. يمكن نفتكر من كام سنة حصلت ضجة حوالين حفر أعمق حفرة في العالم في روسيا، تجاوز عمقها القشرة الأرضية ووصل الحفر ل 12 كيلومتر. اتكلمت عنه عشرات البرامج في مصر وفي العالم كله، وبيقولوا إن أجهزة التسجيل الصوتية سجلت أصوات بشرية بتصرخ وبتتعذب. حللها كتير من الناس بأن صوت تعذيب الناس في جهنم. طبعا كلام ملوش أي معنى، بس فكرة وجود أصوات بشرية في حد ذاتها فكرة تستحق الاهتمام. على اليوتيوب هنلاقي عشرات الفيديوهات اللي فيها الأصوات اللي بيدعى إن هي تسجلت على العمق السحيق ده. احنا طبعا مش هنقدر نأكد إذا كان الكلام ده صح ولا غلط ولا حتى خدعة، بس نسيب الأيام تثبت لنا وجود الأصوات دي مش وجود جهنم أو لا. بس قبل ما انهي الحلقة حابة اتكلم عن الراجل اللي قدر يخلينا نحتفظ فعلا بالأصوات عبر الزمن، وفكرته البسيطة جدا اللي عملت الإعجاز العلمي ده. توماس إديسون أعظم مخترع في تاريخ البشرية، والراجل اللي غير الحياة على كوكبنا في حاجات كتير جدا، واللي كمان متسجل له أكتر من 1000 براءة اختراع. تخيلوا 1000 براءة اختراع. كان راجل ذكي جدا وبيشتغل دايما بمبدأ ابدأ حيث انتهى الآخرون، وعلى فكرة ده مبدأ علمي صحيح جدا. قبل إديسون كان في أكتر من شخص اكتشفوا نظريا إن الصوت ممكن يتسجل، بس ولا واحد منهم عرف يسجله ويعيد تشغيله، وكان من أهمهم الفرنسي إدوارد ليون سكوت، لحد ما قدر إديسون سنة 1877 عن طريق إبرة بتهتز مع الأصوات فبترسم خطوط على أسطوانة معدنية صغيرة بتلف، فبالتالي لما أعاد إديسون الإبرة على نفس الخطوط دي قدر يسمع صوته، وسمى اختراعه ده الفونوجراف، وهو مكون من كلمتين: فونو ومعناها باليونانية الصوت، وجراف اللي معناها الكتابة. وفضلت فكرة السطح والإبرة تتطور مع الزمن لأكتر من 100 سنة. في البداية كانت الإبرة والأسطوانة، بعد كده الرأس والشريط الممغنط زي شرائط الكاسيت، وأخيرا في آخر مرحلة قبل عصر الديجيتال كان شعاع الليزر والسطح المصبوغ. اختراعات كتير جدا كان أساسها خيال كتاب أو حتى كانت أحلام، بس العلم مش بيقف عند حد، وممكن نظريات أينشتاين وستيفن هوكينج تتحقق زي ما إديسون قدر يحقق أول إنجاز للبشرية للاحتفاظ بالأصوات مدى حياة البشر، وتكون الشكل التاني لآلة الزمن بعد الكاميرا الفوتوغرافية.